ولد ديالي طاح ليا في الحفرة، وهذيك الحفرة أنا ما فراسي والو، وهزوه. والولد ديالي في حالة خطيرة، خطيرة بزاف، يعني منهرس من الكتف ديالو ومن اليد ديالو جوج هرسات، ومهرس من العنقرة ديالو، ولا عندو شلل نصفي. وأنا كنعاني أكثر منه من مرض ديال التشمع الرئوي، وأنا ما عنديش ليه الجهد ديالو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وباه ما خدامش وأنا ما خداماش، وولدي غيتكسر ليا وغيبقى ليا مشلل. كنطلب الله والسلطات وهاد الشركات توقف ليا مع ولدي، إلا ما وقفوش ليا مع ولدي غيبقى ليا مشلل. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. شفتو حالا لا يرثى له، دخلوني عندو بالزز، حالا لا يرثى له. الولد ديالي ربي اللي كيعلم عليه، ولدي باقي صغير ما شاف ما تشوف، ولدي تكسر كسره خايبه، ولدي اللي صحيح عنده هو فمه، اما الشي الاخر حتى حاجه عنده ما بقات صحيحه. هذا ما كان خدام عليا، ولكن لا اله الا الله ما بقات بانت لي لا خدمه ولا والو. كان هازني من الدواء ديالي الحمد لله، ولكن دابا لا اله الا الله محمد رسول الله. الولد ديالي دابا ضعت فيه حي وميت. انا كنشوف في ولدي حي وميت، بعد ما كنشوف دري عنده 21 عام وضاع في صحته، يعني ما بقى عنده امل. يعني من دري من شهور في السبيطار، دابا 5 ايام طالعين في 6 ايام ووالو، ما كاين لا اللي يتحرك لا من هنا ولا من هنا. انا الدري محدو هو هكاك، وهو كيزيد في مرض. لا اله الا الله. خويا اش غنقول لك، خدمه بسيطه، ماشي ديال نهار يجيب الله ونهار ما يجيبش الله، نهار يجيب الله ونهار ما يجيبش الله. خرجوا لي عمليه عندو 2 عرسات وفي هذه العنقره ديالو. واش غنقول لك اخويا، المصاريف ديال العمليه حنا باقيين. لا اله الا الله، حنا باقيين على الله، انا ما عنديش باش نكون معاه لا هنا لا لهي. انا غير الطاكسيات راه كيعطوني على الناس اجيراني باش كنمشي في الطاكسيات، ما عندي باش نكون معاه. على الله اللي كيعلم، والناس كلها كتعرفني. ولدي غيبقى تما تيخماش، ولدي ضاع في صحته، عنده 21 عام باغي يعيش، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. الدري ما اش غنقول لك، الدري غير كيضحك، الناس كلها كتعرفه، ما كيسكر ما كيشرب، ما دري زوين، ما كاين ما فيه لا 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 بلي لا والو. اش غنقول لك، انا ما كذبتش عليك، انا مريضه وزدت مرضت بهذاك الولد اللي غنضيع فيه وكاك قدام عينيا. دري زوين، دري حلو، عزيز عليه قجيم، عزيز عليه الضحك، عزيز عليه اللعب، يضحك مع هذا يضحك مع هذا يضحك مع هذا، ما عندوش لا شغب لا ما يدار مع هذا، ما يتخاصم مع هذا، كيخلى في قلب حتى واحد. المجموعه اللي لقاه يضحك معاهم يلعب معاهم ويمشي بحال الدري. ما لا اله الا الله. انا تنقول لك اخويا الخبر بعد ما وصلني، انا باكا هنا كندير في الاكسجين ما على باليش. تا جاتني مرت خويا قالت لي امين فينو، قلت لها يلا خرج ما كاين باس، بنتي ما في بالاش كتحملني في راسي. قالت لي ولدك فين دار الكسيده؟ تا شنو الكسيده؟ قالت لي ولدك راه دار الكسيده. انا ما فراسي والو، ما فراسي حتى شي حاجه، بغيت نوض ما خلاونيش الناس، وانا اصلا مريض ما عندها، كنمشي 2 خطوات تنسخف، 2 خطوات كنسخف. تكلفوا بي عاد الدريات هما اللي مشاو الجيران، وولاد الجيران هما اللي مشاو تكلفوا بي، اللي تعاون معايا على ولدي الله يجازيه بخير. اش اللي غنقول له؟ الله يجازيهم بخير، ما يعطي شي حاجه نعطيها لاخرته، الله يجازيهم بخير. وانسان ماشي ما كاينش، كاين لا اله الا الله، انسان يعطيك شوي شوي شوي، ولكن تابعك الترويض وتابعك الدواء، تابعك بزاف الحوايج، راه ماشي راه اللي يعطيك اليوم ما يعطيكش غدا. حنا نكونوا واقعيين، كتشوف اللي تابعاك الناس الله يجازيهم بخير، بغا يتلاحوا معاه الحوايج، ولكن تتشوف قدام غدا بعد غدا يقولوا لك ترويض، غدا ولدك يوميا غدير الترويض، راه جوج يعني راه شي حاجه لها، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي مابقى خدام عليهم حتى واحد، حتى من ديال لاكيس من لاسينيسيس تحبس ليا، مابقى عندي والو، عندي الله. ولا بارا شراو ليا المحسنين، هي اللي خداوها ليا.